أشيتة بنتي؟ تعالي معي. إيه ماما إيه؟ ما بعرف كيف عملت هيك شغلات غبية. شو كان صار يعني لو استنيت للمساء؟ بالمناسبة الكل رح يكونوا مشغولين، ساعتها أنا بشوف شغلي. ما فيني شوف هالمرأة قريبة من ياش وموجودة دائما معه وعم يحبها بدالي. ضحك هالملعونة آرتي، عم يغز بنص قلبي مثل السكين. أنا رح أستنى هالكم ساعة كمان ورح خلي فرحتها تصير حزن وألم كبير كتير. وتحرمت تضحك بحياتها، هالليلة حظي رح يتغير كلياته وكمان أحلامي رح تتحقق ويصير كل شي بدي اياه انا. جميع حلقات هذا المسلسل متوفرة على وياك مجاناً وبجودة عالية.